الأمر كن فيكون مثل طلوع الشمس فشعوب العالم آتية للتحرير سنصلي في القدس لن يدخل فينا لبس سيدك الصهيوني دكا صوت التكبير سنصلي في القدس الأمر كن فيكون مثل طلوع الشمس فشعوب العالم آتية للتحرير سنصلي في القدس لن يدخل فينا لبس سيدك الصهيوني دكا صوت التكبير سنصلي في القدس طالع على حج قبل سجد على الحج قبل الحرب صار الحرب هنا وما قدرناش نطلع والحين سكرت المعابر وسكر كل إشي نتمنى إن المعابر تفتح ونروح نحج بس أنا ما كملتش يعني لحتى الآن مسار الحج تبعاتي ما فيش معي مسار ما فيش أي حاجة حتى الأوعي اللي علي ما فيش إن راح أحج وهنا ظلينا قاعدين هنا في الأقصى ونتمنى أنها الطريق تفتح 30 سنة وأنا بأتمنى أن أحج وأشوف الرسول وأشوف وأطوف حوالي الكعبة والحجة تبعتها هذه من حبة عيني حطيت المصاري فيها قرش على قرش شكل على شكل لما عملت الألف دينار وخبيتهم معي يعني ساعة ما كملتش حق الحجة إن شاء الله السنة الجاية بنكون في كرامته وفي ضيافته وبنحب وحججنا وإن شاء الله الحين أنا كنت أتمنى إن أروح أروح على الحج إن أدعي لها الشهداء وأدعي لها المقاومة وأدعي لها الله ينصرنا على اليهود ورجعنا سالمين غانمين لدورنا وإن شاء الله بنروح وإحنا بنروح على دورنا ولو إنها الدور تهددت والله أنا بأتمنى إن أحج أنا حزين كتير لأن السنة هذه ما طلعتش يعني لما بأسمع الحجة بلب وقاعدين والناس طالب هذا بدي يطلع الحج هذا بدي يطلع الحج قلبي بنعم بصير أصيح بنفسي فيها الحج نفسي أطلع بتمنى من الله إني أطلع وأشوف قبل الرسول وحج وتجيبينا من أكل الحج وتجيبينا مية زمزم كنت قلتينا إن شاء الله ربنا بكرمنا أجيب كل الحجات كل اللي نفسك فيها أجيب قلتينا حتصورينا السعودية والكعبة وكف محلاها وتوحدها وتجيبينا القسم تبعها لما نزل على سيدنا محمد إن شاء الله ربنا يكرمنا أجيب كل شيء ربنا بكرمني برا على الحج وبروح أزور الرسول وبطوف حول الكعبة وبقف على جبل عرفة إن شاء الله يكون عالي 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 إلا غير أطلع اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ونطف حوالين الكعبة ونلب يا رب يا رب تكرمني يا رب السلام عليكم مشاهدينا الكرام حياكم الله إخواننا أينما كنتم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج سنصلي في القدس سلام القدس إليكم إذن سلام الشهداء سلام أرواح الشهداء المرفرفة فوق مخيم انصيرات أكثر من 200 شهيد قبل ساعتين أو أكثر قليلا من الآن بحجة استعادة بعض الأسرى الصهاينة الاحتلال الإسرائيلي مدعوما من الشرك الأكبر من الشيطان الأكبر ونحن على أعتاب الحج من أجل عملية غامضة يقول أنها تحرير لأربعة أسرى يقتل كل هذا العدد الكبير وفرنسا وأمريكا والاتحاد الأوروبي هذا العالم الذي يدعي التحضر
يعلن ترحيبه بهذه العملية، أن يحرر 4 أسرى، أما أن يقتل ويجرح 600 إنسان فلا شيء يهم. هذا هو العالم الظالم الذي عندما نقول أننا في الحج الأكبر يجب على المسلمين أن يتبرؤوا من الشرك الأكبر ومن الظلم الأكبر، فهذا هو الظلم الذي تمثله اليوم أمريكا المستكبرة، الذي تمثله جبهة الاستكبار بقيادة بايدن الذي خرج قبل قليل يشيد بهذه العملية. وطبعا هو يعلم أن مئات الأرواح البرية أزهقت. هذه جولة مشاهدينا من جولات الحق والباطل. طبعا قائد هذه العملية الصهيونية قتل، القائد أرنون زامور الذي قاد هذه العملية وهو من وحدة اليمام الخاصة قتل، نعم، وأصيبت هليكوبتر أباتشي الحمد لله في العملية. لكن الجانب الإنساني البارز في هذه العملية أن العالم المستكبر بقيادة أمريكا لا تهمه أي قيم إنسانية، وما قال أنه رصيف إنساني لنقل المساعدات اليوم اتضح دوره في هذه المشاركة المباشرة عندما خرجت منه شاحنة على أساس أنها شاحنة مساعدات بينما كانت تحمل جنود الوحدات الخاصة، ما يعني أن هذا الرصيف الذي قيل أنه إنساني بات بالفعل هدف عدواني للمقاومة. وإن شاء الله في الجولات القادمة يكون هناك تعامل خاص مع هذا الرصيف. مشاهدينا، إذن هذا هو حج البراءة عندما نقصد أننا في هذه الحلقة نعلن أنها متعلقة في موسم الحج والتضامن مع فلسطين، فنحن نتذكر نداء الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه عندما أكد أن الحج الذي هو تظاهرة مليونية يجتمع فيه المسلمون يجب أن يكون تجمع مليوني عظيم يؤثر في نصرة قضايا المستضعفين والمسلمين في العالم. وعندما يدعو الحجاج للتبرؤ من الشرك بشكله المعاصر فهو يقول لهم تبرؤوا من هذا الظلم الأكبر الذي تقوده أمريكا وترعاه في منطقتنا إسرائيل الخبيثة المجرمة. التقيت في طهران بمؤتمر دعم المقاومة في غزة ودعم الشعب المظلوم المحاصر في غزة مع نخبة من ضيوف العالم الإسلامي، وسألناهم كيف يمكن لحج المسلمين الأكبر أن يكون بالفعل مساهم في نصرة المستضعفين لا سيما في فلسطين، وحصلنا على بعض الإجابات. دعنا أخي المخرج نبدأ بالأستاذ ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي المقاومة الفلسطينية وهو ممثلهم في طهران، وكان طبعا من القيادات التي شاركت في هذا المؤتمر. دعونا نستمع إلى إجابة الأخ ناصر أبو شريف. في ظل هذا التجمع الهائل للمسلمين من كل أصقاع العالم يجب أن يكون، وهذا معروف في أدبيات موضوع الحج، يجب أن يكون حاضرا كل مسائل الأمة الإسلامية. من يسمع خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يفهم أنها الحج في النهاية موضوع شامل أعيد فيه تقييم كل المسائل من القضايا الاقتصادية، القضايا الاجتماعية، القضايا الشرعية والقضايا السياسية، كلها كانت موجودة ومتضمنة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، دليل على أن الحج ليس فقط عبارة عن دوران حول الكعبة على أهميته، وليس هو السعي ما بين الصفا والمروة، وإنما هناك سعي باتجاه رضا الله سبحانه وتعالى وهو أهم من ذلك. ولا يمكن أن يكون هناك رضا لله سبحانه وتعالى وأنت تدير ظهرك لفلسطين ولما يجري في فلسطين ولهذا الدم الطاهر الذي ينزف الآن في فلسطين، وأن لا تكون وتظهر عداوتك للمشروع الصهيوني وللمشروع الغربي ولكل من يرتبط بهذا المشروع وأن تتبرأ منه. مسألة أن تكون يعني موحدا لله، يعني هذا الجزء الأول هو كفر وبعده توحيد،
يعني لا، عندما نقول لا إله إلا الله، عندما نتبرأ من المشركين، عندما هذا يتضمن فورا أن يكون هناك موقف لك من الكيان الصهيوني وموقف لك من الغرب الداعم لهذا الكيان الصهيوني. هذه الحج عبارة عن تلخيص لكل العبادات الدينية، وبالتالي يجب أن تكون كل قضايا وهموم المسلمين واضحة، يجب أن يكون مشروع المسلمين واضح في هذا التجمع. أما جعله مجرد شعيرة عبادية بالتأكيد يعني هي تفقد معناها الحقيقي. الولاء 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 للأمة الإسلامية ولمشروع المسلمين ولنهضة الأمة الإسلامية، والعداء لهذا المشروع الكافر الذي يستهدف الأمة الإسلامية. نحن في هذا التجمع المليوني الكبير يجب أن نكون فعلا يدا واحدة في مواجهة أشداء على الكفار رحماء فيما بينه. الآن هذا الكافر الذي يعادينا ويحاربنا ويقتل منا هو هذا المشروع الصهيوني ومن يدعمه في الغرب وخصوصا أمريكا. لا يمكن أن تكون مسلما صادقا وأنت يدك بيدك بيد أمريكا تتعاون معها في حربها ضد المسلمين، تناصر أمريكا في عدائها للأمة الإسلامية ومجاهرتها بالعداء للأمة الإسلامية وللشعب الفلسطيني. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، واسمحوا لي أن أرحب معي بالاستوديو بفضيلة الشيخ فوزي سيدو، مفتي منطقة الأورال الفيدرالية، وأيضا هو أستاذ اللغة العربية وصاحب مليونية تعليم اللغة العربية في روسيا. حياك الله شيخ فوزي. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله تعالى. وللأسف الشديد قبل قليل سمعنا أخبارا سيئة بالمجزرة التي حصلت في مخيم النصيرات، جعلت يعني الفرحة بالوجود بينكم هي حزن نقدم فيه تعازينا لأهالي الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يرى هؤلاء الشهداء مكانهم من الجنة الآن إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لهذه التعزية الصادقة شيخ فوزي، حياك الله بيننا. نعم أفسدت علينا والله، يعني إذا الآن أنت تروح توكل مع أحبائك وكذا لا تعيش لذة هذا الطعام، أو والله إذا تلعب مع أطفالك، والله ما أقولها يعني إلا كما أشعر بها، إذا تلعب مع أطفالك أو يعني تذهب معهم إلى نزهة تعيش الألم الحسرة، بل تعيش تتعذب من الدهر وكأنك تقترف ذنبا عندما ترى هؤلاء الأطفال في غزة للأسف لا نصير لهم ولا معين. شيخ فوزي، عندما نتحدث عن الحج، الحج بمعناه الفاعل، الحج الإبراهيمي الذي أراده الله أن يكون حجا في منفعة المسلمين، في مصلحة ونصرة المستضعفين، كيف تقرأ فلسفة الحج كما ينبغي أن تقرأ؟ بداية، الحج هو سبب لاجتماع المسلمين لا بالكلام فقط وإنما بالفعل. نعم. والحج هو كذلك مكان، يعني أو أقصد ليس مكان إنما يعني تجمع يستجاب فيه الدعاء. وأقل الأقل الآن في ظل ما نرى من الإجرام، في ظل ما نرى من الآلام، وفي ظل ما نرى من تخاذل البعض، أقل الأقل أقل الأقل أن يدعو الإنسان لأهلنا في غزة وفي فلسطين كلها، وليعود بيت المقدس لنا إن شاء الله تعالى. براءة من الله ورسوله يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. شوف هذه تخصيص البراءة بيوم الحج. نعم. شيخ فوزي، الشرك كان له مظهر في زمن الرسول، لكن الشرك، وعندما نقول الشرك فهو أشد الظلم، والظلم قائم في كل زمان ومكان. كيف يتجلى الظلم الأكبر اليوم؟ من الذي يقود هذا الظلم؟ من الذي يشجع على هذا الظلم، على هذه الإبادة للناس الذين ليس لهم معين؟ يا سيدي، الشرك ظلم لأننا نحن نظلم أنفسنا. يعني لا نعترف بفطرة الفطرة وهي وجود الخالق. أما الظلم الآن فهو ظلم على المستوى الإنساني. يعني نحن الآن نتكلم، هل يعقل؟ دعونا
مع أنني لا يجوز لي أن أتكلم مثل هذا الكلام، أن أقول دعونا ندع الدين على جنب قليلا، لكن دعونا لدقيقة واحدة فقط يعني نمسح كل هذه الاختلافات فيما بيننا ونبقى يعني بأساسنا الإنساني. هل الذي يحدث الآن مع إخواننا في فلسطين وفي غزة، هل هذا ظلم أو لا؟ يعني نحن لا نتمنى الشر لغيرنا، فكيف نتمنى الشر لإخواننا؟ لكن سبحان الله هناك قوم هم جعلوا أنفسهم بأنفسهم يعني شعب الله المختار الذي حياتهم أغلى من حياة غيرهم. هذا الظلم، لا أقول الآن حياتهم أغلى من حياتنا، لا أستعمل الضمير الذي يخصنا نحن، ضمير المتكلم، أستعمل الآن الضمير، ضمير الإنسانية. هل حياة هؤلاء أغلى وأثمن من حياة هؤلاء؟ هذا الظلم، هذا هو الظلم وعينه الآن، والتمييز بعينه صدق. نعم. طيب شيخنا، خلينا نشوف أنا وياك أم ربيع الغول. أم ربيع الغول سيدة فلسطينية، قصف الاحتلال البناية اللي فيها، البرج اللي فيها، هي على مستواها الشخصي قتل زوجها، قتل ابنها البكر، هدمت عمارتهم، هدم مشروعهم التجاري البسيط اللي كانوا يعتاشوا فيه وكان محل في هذه العمارة. توجه نداء للحجاج لنستمع. كان لي بيت وكانت لي عائلة، فقدتهم من قوات الاحتلال، دمرت بيتي وقصفت البيت على رؤوسنا، فقدت زوجي وابن البكر وحفيدتي، استشهدوا وما زالوا تحت الأنقاض. نحن هنا في غزة ما زلنا نعاني من الفقر ومن الجوع بسبب ظلم اليهود والعدوان الإسرائيلي علينا. دمروا بيوتنا وقتلوا أبناءنا، ورغم ذلك نحن صامدون ولن نغادر أبدا هذه الأرض ما بقينا أحياء. رغم المجاعة ورغم الفقر ورغم الموت الذي لقيناه من الاحتلال، لكننا منزرعون في هذه الأرض ولن ننزح ولن نتوجه إلى الجنوب ما بقينا أحياء. أنا أقف الآن في الشارع الذي أسكنه، وكما ترون من حولي أصبح الشارع مهجورا إلا من قلة قليلة من الساكنين بسبب القصف الشديد الذي وقع علينا، ولا يوجد أحد، أغلب الحارة كلها نزحت على الجنوب بسبب الجوع الشديد والمجاعة التي تعرضت لها شمال غزة. ومن أمام منزلي هذا ومكاني هذا أوجه نداء استغاثة إلى أمة المليار، إلى حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام الفضيلة. انصروا أهلكم في غزة، انصروا أهلكم في فلسطين، اجعلوا مليونية الحج لهذه السنة تكون نصرة لأهل فلسطين، كثفوا الدعوات لها، لا ترضوا بالظلم الذي وقع علينا. أستصرخكم بأن تجعلوا هذا الموسم أن يكون نصرة لأهل غزة ولأهل فلسطين، ليس فقط لأداء العبادات، ولكن كونوا نصرة لنا وكثفوا دعواتكم لنا برفع الظلم الذي وقع علينا. أستحلفكم بالله أن تنصرونا وأن تقفوا في وجه الحكام الجائرين وتقولوا لهم كفى كفى. رغم الفقد الذي آلم قلبها ومرارة الشوق والذكريات التي تستثار بقلبها كلما مرت من منزلها في شمال غزة، إلا أنها لم تفارق الشمال، صابرة ثابتة متمسكة بحبل الله المتين، تسأل الله من موضعها بخلاص المحنة، داعية إخوة الإسلام في زحام صفوف الحج هذا العام بالدعاء لنصرة غزة، لتتصاعد الدعوات في جميع بقاع الأرض فيهون سبحانه ويطفئ نار هذه الحرب. محمد الغول، شمال غزة، برنامج سنصلي في القدس، قناة أصيل. شكرا محمد النمر زميلنا الشاب المثابر. محمد النمر آخر عهدي به أنه في مخيم الصراط، والله إن قلبي قلق على هذا الشاب. إن شاء الله نطمن عليك يا محمد بعد هذه المجزرة الرهيبة، وأسأل الله أن تكون أنت وعائلتك بخير وعافية إن شاء الله. مشاهدين الكرام، وأيضا الكلام لفضيلة الشيخ بفضل الله في مضيف السيد هاشم، ضمن الجهد الذي نحاول أن نبذله في هذا البرنامج، الإخوة المساهمين المتبرعين ما زالت أيديهم البيضاء مستمرة بفضل المولى سبحانه وتعالى. يعني الآن نقترب من الرقم 300 ألف دولار لهذا المضيف
من خلاله استطعنا استخراج المياه من الآبار بفضل الله، استطعنا إطعام الآلاف في رمضان وما بعد رمضان بفضله تعالى، ولا منا على شعب غزة الذي عطاؤه هو الدم وعطاؤه هو تقديم الشهداء. فجزا الله خيرا كل من يساهم في هذا المضيف الذي باتت مشاريعه يعني تجاوزت حد الإطعام والسقيا إلى المشاريع الكبيرة بعون الله تعالى. اليوم الإخوة في مضيف السيد هاشم ينشئون مخيما من 30 خيمة في مخيم جباليا الذي خرج منه الاحتلال صاغرا، ولكن خرج منه مهدما بالكامل. 30 خيمة مع 10 شاحنات لتأمين المياه يوميا بحمد الله تعالى. فضيلة الشيخ فوزي، ما هي كلمتكم لجمهور هذا البرنامج كي يكون عطاؤه أيضا حاضرا في نصرة إخواننا، إن لم يكن مثل عطائهم بالدم فليكن بما يتيسر؟ أولا جزا الله خيرا كل من تبرع قبل الآن. ثانيا كما قالت الأخت، نحن أمة المليار، لا نحن أمة المليارين يعني، فعيبا علينا أن لا نصل إلى المليون على الأقل. فكرها السبعينات إيه؟ يعني عيبا علينا أن لا نصل إلى المليون على الأقل، يعني أقل شيء إلى المليون دولار. وهناك موضوع هام جدا، جزا الله خيرا كل من يقوم الآن بأي عمل خيري. وكما قلت وأقول الآن، يعني إذا كان هناك من الأشخاص من يذهب في كل عام إلى الحج، يعني آن الأوان أن يتبرع بدل حجته في أموال الحج. هل تجد ذلك أولى مولانا؟ لمن ذهب لمرات عديدة نعم، هذا الآن أولى الأولى يعني حتى نعم الآن يجب علينا إغاثة الملهوفين، وهذا بالضبط أولى بالضبط الآن الآن هذا أولى في هذا الوقت، تنقضي هذه الغمة والهم وهذا الهم عن تعود الأمور للطبيعة، نتكلم فيها وفي هذه الفتوى الآن، هذا ما نحتاجه. طيب نذهب، اسمح لنا أيضا إلى مداخلة مفتي صربيا، التقيناه في المؤتمر زميلكم، وكان لفضيلة الشيخ سند خالد وهو رئيس المشيخة الإسلامية في دولة صربيا وهو مفتي صربيا العام، كانت له هذه أيضا المداخلة حول الحج ودوره في نصرة المستضعفين. نحن يعني فرحانين جدا بإمكانية رجوع المسلمون من شتى دول، يعني من كل عالم الآن يستطيعون يحجون، لأن للأسف في فترة الكورونا كان الحج منقطع، فالحمد لله بفضل الله الآن رجع الحج، وهذه إشارة جميلة. وأريد يعني أشير إلى شيء، انقطاع الحج، المسلمون ما كانوا يجتمعون في مكان واحد، الآن رجعوا يجتمعون، وهذه إشارة إلى ضرورية الوحدة المسلمين، ويعني كل مسائل مهمة لابد يعني نهتم بها جميع. وللأسف الأحوال المسلمين الآن في العالم ليس هكذا، كلهم يميلون إلى يعني مصالح مختلفة، ولكن حج ليس فقط عبادة، ولكن إشارة كبيرة أننا كالمسلمين من كل العالم نهتم بالأمور المسلمين. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلمين، أنا كالجسد الواحد وكل واحد لابد يهتم بالقضية. ولكن نحن الآن يعني دائما نتكلم عن القضية فلسطين، وهي ليست قضية جديدة، هي قضية قديمة جدا، ولكن للأسف ما نشاهد الآن يحصل هناك في فلسطين يؤلمنا كثيرا. وليس لا أتكلم كالمسلم، أتكلم كالإنسان، ونرى يعني من أمريكا من أوروبا أن الناس يقومون يتظاهرون لأجل ما يجري في فلسطين، فنحن كالمسلمين أولى بهذا، علينا أن نقوم ونهتم بهذه الأمور. وحج هي إشارة، وإن شاء الله تكون هذه سنة يعني إن شاء الله هذا حج يبدأ بتغيير يعني هذه الظروف وهذه الأشياء التي تحدث للفلسطينيين خاصة. نشكر فضيلة الشيخ سند خالد، كما رأيت مولانا يعني يتقاطع معك في التأكيد على أن الفطرة الإنسانية هي التي تحرك الإنسان ضد الظلم بشكل عام، وها نحن شاهدنا بالفعل هؤلاء الطلبة في أمريكا في أوروبا، لم يحركهم باعتبارهم مسلمين شيء باعتبارهم، وإنما حركتهم هذه الفطرة الإنسانية نصرة للمظلومين. إذا بتسمح لنا أيضا فضيلة الشيخ نذهب إلى مداخلة أخرى من فضيلة السيد وليد الإدريسي الفلسطيني وهو نائب مفتي مقاطعة فولغوغراد الروسية، حول ذات الحج ودوره في نصرة المستضعفين. هذا الحج أراد الله سبحانه وتعالى لنا، نعم رحمة منه أن يدخلنا الجنة، ولكن لنتعارف على بعضنا البعض، فهو مؤتمر عظيم، وكان سابقا قبل احتلال فلسطين يزور سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينته، يسلم على سيدنا الرسول السلام عليك
يا سيدي يا رسول الله، ويقف ويبكي ويذهب إلى فلسطين. نعم، يذهب قبل أن يذهب إلى بيته، سواء كان هو من المشرق أو من المغرب، يزور الأقصى، يزور بيت المقدس، ويفتخر بذلك، ويجلس هناك 3 أيام أو أكثر، ويشتري الهدايا بعد أن يزور مدينة الأنبياء، مدينة الإسراء والمعراج. في هذه المدينة استلم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خلفه بمعجزة عظيمة كل الأنبياء بما فيهم أبونا آدم. ربنا سبحانه وتعالى أحيا له في مكان واحد وفي زمان واحد جميع الأنبياء والرسل، وقدمه عليهم وهم بايعوه على التوحيد لا إله إلا الله، له أمته الموحدة المسلمة بأن يحافظوا على القدس وعلى بيت المقدس وعلى فلسطين. والتين والزيتون، الزيتون هي القدس، فلسطين هي مقدسة، ربنا حلف يمين بها. وطور سنين، أينما تكلم في المكان الذي تكلم به النبي العظيم سيدنا موسى مع الله سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد فلسطين للأمة الإسلامية، يخلع الظلم، ظلم هؤلاء الشياطين الصهاينة، هؤلاء نسميهم في روسيا البعض، بعض الأئمة يأجوج ومأجوج، ولكن أنا أسميهم هؤلاء دجال، هؤلاء الدجال الذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحمل الفتنة الكبيرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وينصر الأمة ويوحد الأمة ويحفظ بلاد الإسلام والمسلمين في كل مكان. ولكن بحرب غزة هي بيّنت أنها أوسخ وأعنف من النازية والفاشية، قتلت الأطفال، قتلت النساء، لا يرحمون حتى الأسرى الإسرائيليين، لا يرحمهم، يقتلوهم حتى لا يصير تبديل. نعم، وندعو الله أن يخلصنا منهم إن شاء الله. إن شاء الله، اللهم أمين، ربنا يخلصنا من هذه الغدة السرطانية يا سيد وليد الإدريسي الحبيب. فعلا يعني عن أي عالم نتحدث عندما يكون العالم مهتم اليوم ويخرج الرؤساء مهتمين بأربعة أسرى ولا يهتمون بالمئات الذين سقطوا بين شهيد وجريح؟ نحن نقول والله لو حررتم كل أسراكم، ولو قام ابن بن غوريون زعيمكم الأكبر من قبره، القضية هي قضية حق وباطل، والأيام يداولها الله بين الناس. رضي الله عن عمار بن ياسر الذي كان يقول والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لكنا على الحق وكانوا على الباطل. نعم، نحن على الحق، نقاتل دون أرضنا وعرضنا وبيوتنا، وأنتم على الباطل أيها المغتصبون السارقون للأرض المعتدون. فضيلة الشيخ فوزي، مشاركات وصلتنا، الزميلة بثينة حرارة الله يحماها إن شاء الله في غزة، آمين، تكلمت بعفوية مع الناس في السوق، ماذا يتأملون من حجاج بيت الله الحرام؟ خلينا نشوف هذه المشاركات، وإذا عندكم تعليق نستمع إليه. من حجاج بيت الله الحرام ينصر أهل غزة إن شاء الله ويدعونا، هاي البدنية لأهل غزة. والله يدعو لأهل غزة بالرحمة، والله يفك عنهم الهم اللي هم فيه، أن يقفوا مع شعبنا وأن يبتهلوا الله سبحانه وتعالى أن ينصر قوتنا وينصر رجالنا وأن يحفظنا جميعا وأن يعيدنا إلى أرضنا سالمين غانمين. وإحنا عايزين كمان المسلمين يساندونا وينصرونا بقوة كما تساند أمريكا تساند إسرائيل قلبا وقالبا، وهذا ما نتمناه يعني من الشعوب الإسلامية والعربية، أن يخصص الدعاء لهم في قطاع غزة، وأن يعني يدعي لكل متواجد في قطاع غزة، وخصوصا إن كان هناك شيء أو إنه بيقدر يقدمه لأهالينا في قطاع غزة، يوفروا أي شيء ما تخسروا أبدا، لأنه أهلنا في قطاع غزة، المنكوبين في قطاع غزة يحتاجوا الكثير من الأشياء. بأن تدعو إلى أهلنا في غزة وإلى إخوانكم الذين كانوا بودهم أن يكونوا معكم وأن يشاركونكم في الموسم العظيم وفي هذه الأيام العظيمة، موسم الحج العظيم، لكن هذه الظروف منعتهم من أن يكونوا معكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، كيف يعني قرأت
ما في عيون هؤلاء الناس المظلومين؟ في البداية يعني أريد أن أقول أن كل هؤلاء الناس كانوا يتمنوا أن يكونوا هم في الحج في هذا العام. هذا أولا. ربما شيخ فوزي لم ترى تقرير أول الحلقة للحاجة ميسر، ثم يعني ما زال عندهم أمل في المسلمين أن يذكروهم، وعيب علينا ولا يجوز لنا إلا رغم كل الخذلان، رغم كل الخذلان من الأنظمة الرسمية، حتى أريد أن أقول رغم كل الخذلان من بعض الناس الذين تجرعوا على هذه القضية وقالوا أن هذه القضية ليست قضيتي، وساووا بين الضحية والجلاد. بالضبط. فلذلك ما زال عندهم أمل ما شاء الله، وأنا أتمنى إن شاء الله تعالى في الوقت القريب أن نرى الحجاج في بيت الله الحرام يدعون بأعلى صوتهم نصرة لفلسطين إن شاء الله تعالى، ليخرق صوتهم جميع من يحاول إسكاتنا. انظر إلى وحشية الاحتلال فضيلة الشيخ فوزي، عندنا حالة إنسانية وثقها لنا زميلنا إبراهيم أبو مرسى لفريال الشوربجي، هذه الصبية الجميلة 20 عام يقصف الاحتلال بيتها فيقتل كل عائلتها، وتبقى هي مع أخيها الصغير، ويعني تناشد كل من يستطيع مساعدتها لإتمام حالة علاجها. لنرى حالة فريال الشوربجي من غزة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أصيلة الفضائية. هذه قصة من قصص المعاناة المستمرة في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة. المصابة فريال الشوربجي هي إحدى الناجين من الحرب في قطاع غزة. تعالوا وإياكم نتعرف أكثر على تفاصيل ما حدث مع فريال. أنا فريال أحمد محمد الشوربجي، عمري 20 سنة. فقدت حلقات في الحرب هذه كل أهلي، امي وابوي وستي، وانا كمان مش منها، درسي كان بالضفيرة بدل العيش ولا حرب، واخوي هذا اللي ضلوا كمان. كنا اول شيء احنا في المشروع ساكنين في ابراج القرية، بعدها لما طلعنا من اول يوم طلعنا لانه اقبلنا عند حدود وخطر مكاننا، فطلعنا عند دار خالتي ضلينا فترة، وبعدها عودنا طلعنا نزحنا عند دار عمته لابويا، بعدها عودنا نقلنا رحنا بعدها على الشفا. ما طولناش تقريبا لأنه غرقنا هناك من المية ومن الشتا وهي، فبابا الله يرحمه وستة الله يرحمها رحنا أنا وياها رحنا على جامعة الأزهر، رحنا ندور مكان فلقينا مكان فقعدنا، بابا الله يرحمه في الشقة قعدنا تقريبا 3 أيام. 3 أيام اللي هو راح لما عرف انهم استحبوا اليهود من الشمال عشان يجيب لنا اغراضنا للمدرسه اللي كمان اللي ضلوا هيك، فراح ما قدروش يروحوا بنفس، راح هو وابوها لخالتي، فما قدروش يروحوا بنفس اليوم لانهم راحوا متاخر، ضلهم لتاني يوم. بابا الله يرحمه اللي هو بيحكي لابن عمي لابوها لعمتي لخالتي اللي هو بقول له بدي اروح على المدرسه امر عشان اشوف اغراضنا بلكن اخذتهم، وهو ماشي بالطريق شاف شهيد فمهلش عليه قال بدي اخده، فكلهم قالوا لي ابو النور ما تروحش، وشاف في نفس الوقت اصحابه وودعهم وسلم عليهم واحنا ما نعرفش عنه ولا شيء. راحوا في الشيء اجى واحد برا معاه من الشارع يمرقوا من الشارع هيك اللي هو في كواد كابتر، كان لصت ابوي في عينه وتفجر راسه كله، استشهد على السريع الزلم اللي معاه تصوب في رجله، وابو خالتي لما اجى حكى لنا نفسيتنا صارت زي الزفت، يا نفسي ما ضللناش حدا، وهلقيت برضه فقدت امي يعني لا ابو ولا ام. صراحة بتمنى قبل هلقيت اسافر برا لانه اكيد الامكانيات برا احسن والادوية احسن، ورجلي انا هذه مبتورة بتروا لي اياها جديد، وهذا رجلي فيها بلاتين، يعني انا هذه رجلي لو اني برا بتوقع اني ما كنتش حسوي ثلاث، لانه كل ثانية هلقيت سر عقلي حد راح مطول المسكن، هذا اللي حامل همه، يعني انا نفسي رجلي طيب وامشي زي الناس واروح واجي، يعني صرت اطلع بالناس هيك بس راح كيرتني زيهم امشي واروح واكل وعادي هيك، هو امشي واروح واكل وعادي هيك. وكانت هذه قصة من قصص المعاناة المستمرة في ظل الحرب المفتوحة والإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. من وسط قطاع غزة وبالتحديد مشفى شهداء الأقصى لقناة أصيل الفضائية، إبراهيم أبو مرسى.
شكرا يا إبراهيم، نفسي لك الفدا يا فريال ولكل الجرحى. وأستحلفكم بالله أيها المشاهدين، يا من تشاهدون الآن، كل من يستطيع مساعدة فريال ومن هو مثل فريال أن يبادر، وخاصة لإخواننا في مصر، يا أبطال مصر، يا خير أجناد أهل الأرض، أين أنتم مما يحدث؟ فريال تحتاج من أجل الوصول إلى مصر أقل من نصف ساعة لتعالج بأفضل العلاج. إذا كنتم يا 110 مليون مصري لا تستطيعون نصرة إخوانكم، فلتفتحوا الطريق لهم من أجل العلاج. على كل حال، لكن رغم كل هذا الألم وهذه المعاناة، هناك بفضل الله بيارق الأمل، هناك جبهات الإسناد العظيمة. بعد قليل سنشاهد مقطعاً لفعل رجال الله في لبنان، هذه الجبهة المساندة العظيمة التي حولت أحلامنا وحولت قصائدنا إلى واقع وحقيقة. كنا صغارا نسمع من آبائنا وأجدادنا أغنياتهم عندما يقولون يا زهرة النيران في ليل الجليل، ويترنمون عليها وكأنه حلم يودون تحقيقه عندما يحرقون ليلى إسرائيل، لكن رجال الله في لبنان حولوا هذا الحلم إلى حقيقة. سنشاهد المقطع، لكن بعد أن يعلق فضيلة الشيخ فوزي حول الحالة الإنسانية اللي شاهدناها. يعني بداية كما قلتم، المسافة بينهم وبين مصر الحبيبة ليست بهذه المسافة الطويلة، ولكن للأسف الشديد الآن لا يعيقهم الاحتلال كما نعيقهم نحن للأسف الشديد، إما بصمتنا أو إما بخنوعنا. نعم. هذا نعم. أولا. ثانيا، شتاني ما بين أشخاص حلمهم الآن أحد أن يبدل سيارته، وآخر أن يبدل عمله، وثالث وشخص فقط يريد يعني أن يمشي ويأكل ويشرب. سبحان الله، لا بد لنا في هذا الموسم العظيم من شدة إلى الله عز وجل بدعاء للمظلوم، إن شاء الله تعالى يكون مستجابا ونرى نتاجه السريع، ونصرة للمظلوم كل بما يستطيع. أكيد. ومن موقعه. أكيد. جزاك الله خير. هناك من يجاهد بالكلمة، بالتغريدة، بالمال، كل الله مطلع سبحانه، وبينكم وبين الله كل بحسب ما يستطيع. طيب، قبل أن نذهب للمقطع زهرة النيران في ليل الجليل، يخبرني المخرج أنه أحد الأطباء العرب جزاه الله خير شاهد حالة فريال، فلم يكن منه إلا أن بادر واتصل بقناة أصيل ليعلن عن أمر ما يتعلق بهذه الحالة. معنا الدكتور حسن قصير. حسن قصير، تفضل. السلام عليكم دكتور حسن. عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولجميع المشاهدين الأعزاء وللأخة فريال. حياك الله يا دكتور حسن، لعلك شاهدت هذه الحالة التي تدمي القلب، وأنت طبيب عظام أيضا كما يخبرني الآن المخرج. ماذا تقولون لفريال؟ نعم أخي العزيز، تفضل. في البداية أود أن أحيي المجاهدين الأبطال في فلسطين، بالخصوص في غزة هاشم، وأحيي أهلنا نساء رجال شيوخ وأطفال على هذا الصمود الأسطوري، ونشد على أيديهم. ولو قدر لنا يوما من الأيام لن نخجل حتى ولن نبخل بتقديم أرواحنا على طريق القدس إن شاء الله. وإنني أعلن ومن على قناتكم الفضيلة أنني كطبيب أخصائي في جراحة العظام والمفاصل أفتخر وأعتبره بالنسبة لي توفيق إلهي أن أعلن تكفلي بعلاج الأخت فريال هنا في الجمهورية الإسلامية إن شاء الله، حتى لحظة عودتها إلى أهلها مجددا إن شاء الله. إذن عافية تامة وسلامة تامة إن شاء الله. الله يسعدك. إذن دكتور حسن، أنت طبيب عربي لكن مقيم في الجمهورية الإسلامية. نعم نعم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله يحفظك يا دكتور. ومن قدم الدم لن نبخل أن نقدم لأهله أقل ما يمكن أن نقدمه في ظل هذه الظروف الراهنة.
ولن نصمت ولن نبقى مكتوفي الأيدي ونحن نسمع أهلنا وإخواننا وأخواتنا في غزة ينادون يا للمسلمين. نعم 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 صدقت، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه إن شاء الله على هذا الطريق. الله يجزيك الخير ونعم الملبي يا دكتور حسن، الله يحفظك. إن شاء الله الإخوة الآن يتواصلوا معك ويزودوك بكل التفاصيل، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا إن شاء الله بخدمة، الله يحفظك. إذا بفضل الله الدكتور حسن وعبر مضيف السيد هاشم في غزة، أرجو من الأخ إبراهيم مراسلنا العزيز أن يتصل فورا بفريال الشوربجي ويبشرها، لعلنا نزرع ابتسامة على وجهها في هذه اللحظات أن هناك من إخوانها المسلمين من سمع صوتها وهو مستعد أن يتكفل بعلاج فريال إن شاء الله حتى تتعافى 100%. ابشر يا فريال، ندائك إن شاء الله وصل لإخوة مسلمين محبين مقاومين وهم إن شاء الله خير عون لكم. طيب، لأننا لا نريد دائما أن نركز على الحزن والمظلومية، نقول أن فعل البطولة يتجلى في غزة، في جبهات الإسناد، في لبنان، في اليمن، في كل هذه الجبهات المساندة التي لولاها لما استطاع الفلسطينيون الصمود كل هذه الأشهر. في الأسابيع الأسبوعين الماضيين ركزت المقاومة اللبنانية الشريفة المساندة الصديقة الوفية لفلسطين على سلة غذاء الكيان الغاصب، فأحرقت لهم آلاف الدنومات التي كانت تغذيهم. فإن كنتم تحاصرون غزة فإن لغزة إخوة جاهزون لإسنادها وأيضا محاصرتكم ولو بطريقة أخرى. يا زهرة النيران في ليل الجليل، إن فلسطين وإما النار جيلا بعد جيل، نحن جنتنا الدمار وقحمنا كل حد ونوافيك انتصارا، نحن قلنا لا رصاصا ودماء، نحن كلها فداء، نحن كلها فداء، نحن قلنا لا لإنزال البلاد، لا لذبح الأقدام لمن يطوي البيارق، نحن قلنا لا يا زهرة النيران في ليل الجليل، إما فلسطين وإما النار. يا شيخ فوزي، متى يدرك الصهيوني إنه هذا حق وراه مطالب لن يهنأ بعيش وليست هي أرض الصبن والعسل؟ نعم، هذه رسالتنا طبعا إلى العدو الصهيوني، أننا جيلا بعد جيل وعاما بعد عام قد نسكت في بعض البلاد أو قد نتكلم في بعضها الآخر بحسب الظروف التي نمر فيها دوليا وقانونيا وهكذا، ولكن اعلموا
أننا نطعم أولادنا جيلا بعد جيل هذه القضية، ولن ننسى أبدا حتى تتحرر هذه الأرض من آخر عدو لنا فيها. لا يمكن أن ننسى ولن ننسى في حياتنا. أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم لن تنسى هذا. تصديقا لكلامك، يعني نرضع أولادنا. يوم من الأيام أنا كنت صغير يعني بالعاشرة بجوز، كان جارتنا من إخواننا المسيحيين، فكانت ترضع طفل لها. كانت شو تقول؟ يا قدس يا مدينة الصلاة بتغنيل. وكانت أيضا والدتي تلاعب بعض الأطفال وتغني لهم القدس في العيون نفنا ولا نهون. فالمسلمين من أهل فلسطين يرضعون أطفالهم حب فلسطين بطريقتهم، وكذلك أيضا المسيحيون الذين هم مظلومون أيضا، والاحتلال لا يفرق بين مسلم ومسيحي ويعتبر كل الأغيار حيوانات بشرية كما نعرف. طيب الإخوان أيضا يبلغوني 3,000 دولار تبرع الآن لوظيفة السيد هاشم من مجموعة من إخواننا المسلمين من بعض الدول الأوروبية، وهم فاعلوا خير يعني استنكفوا عن ذكري أسمائهم. جزاكم الله خيرا وفي ميزان أعمالكم إن شاء الله. أيضا توجهنا بالسؤال عن دور الحج لفضيلة السيد كفاح بطة الحسيني، وهو أيضا زميلكم مولانا في من المفتين في روسيا، رئيس دائرة الإفتاء والشؤون الدينية في مقاطعة فولغوغراد روسيا. لنستمع. قبل أن الإنسان أن يحج إلى بيت الله الحرام يجب أن يحج قلبه إلى الله، يحج قلبه إلى التوبة، وبعد ذلك يحصل الحج، الحج الجسدي، الشعيرة العظمى. هذا العام طبعا يختلف عن الأعوام السابقة لأنه عام عصيب على جميع الأمة الإسلامية، عام حزين. شعب غزة، شعب فلسطين يباد. فالحج بالنسبة للناس هي وحدة لجميع المسلمين، قلوب المسلمين تتوحد وألبستهم تتوحد، مشاعرهم تتوحد، أيديهم ترتفع والناس يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى يغير من واقعنا واقع هذه الأمة. فهذا العام يعني يجب أن يكون تضرع كل الناس، وخاصة في يوم عرفة عندما ترتفع أيدينا كلها للدعاء، أن ندعو لإخواننا في غزة، أن ندعو لأمة الإسلام حتى تجتمع، لأن أصبحنا وللأسف الشديد كغثاء السيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعبنا يذبح، يقتلون، ولا حياة لمن ينادي من حكام، يعني لا نريد أن نسمي، مسلمون. وللأسف الشديد نرى دول غير مسلمة تساند وتشتكي إلى منظمات الدولية لتدعم شعبنا في فلسطين، وشعبنا يباد، ونحن المستضعفون لا نستطيع أن نعمل أي شيء. هذا حال فعلا. عندما وصلنا إلى حال نرى الأطفال أمامنا تذبح، تدمر، يعني شيء يؤسف. القلوب تبكي في كل مكان حقيقة، يعني القلوب كلها يعني في كل مكان، في يعني حتى والله أرى الناس الغير مسلمون، مسيحيون، يهود، عندنا يعني ينظرون هذه المناظر يتفاجؤون. هل ممكن في هذا العصر الحديث، عصر على أساس أن هنا الإنسانية، عصر يرفقون بالحيوان، يرفقون بالنبات، ينادون بالحريات والحريات الغير تقليدية، ويصعب عليهم أن يكون هذا الشعب المضطهد شعب حر؟ يقفلون أفواههم ولا يقولون بأي شيء من أجل حرية هذا الشعب. للأسف الشديد يعني صار عالم النفاق، ترى النفاق بحد ذاته يتربع، النفاق على عرش
يريد أن يحكم العالم ويقول أنه الحق. فنأمل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحج حج أكبر، يكون إن شاء الله يعني قلوب الناس مجتمعة، ما بقي للناس سلاح، ما بقي للناس حيلة، ما بقي للناس مساند غير الله سبحانه وتعالى وغير الدعاء إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يدعوني أستجب لكم. يعني أتوجه إلى جميع المسلمين في كل العالم، وخاصة يعني في الذين يكونون في الحج، أن يرفعوا أيديهم في الدعاء ليدعوا لإخواننا إن شاء الله في فلسطين وغزة لينصرهم وينصر أمة الإسلام وتتوحد أمة الإسلام. نأمل من الله سبحانه وتعالى، ويعني إن شاء الله كلنا ثقة بنصر الله، قال وإن تنصره ينصركم، إن شاء الله يكون نصر الله قريب بإذن الله، ولا غالب إلا الله. جزاك الله خير يا سيد كفاح، الله يحفظك على هذه الكلمات. وبالفعل نسأل الله أن يوحدنا على حب القدس، على حب فلسطين، على حب القيم الإنسانية العظيمة، لأن القدس أيضا هي عاصمة الأرض والسماء وعاصمة القيم، وهي اليوم رمز الصراع في وجه المادية المقيتة التي ألغت الإنسانية من قاموسها. ومن مظاهر هذه الوحدة اللي أشار إليها السيد كفاح أن الإخوة في كادر مؤسسة الإمام الصادق في ماليزيا جزاهم الله خيرا يتبرع الآن من جيوبهم $6,000 إغاثة للإخوة المقاومين والشعب الأعزل في غزة، فجزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله اليوم التبرعات في ونحن على بقرب انتهاء هذه الحملة الحلقة تصل إلى $307,000. الحمد لله جزاكم الله خير الجزاء. طيب شيخ فوزي، دقائق متبقية، ما هي الكلمة الجسورة التي تريد الآن أن تقولها للمشاهدين ولكل العالم؟ وكيف أن هل هناك حياد مقبول تجاه ما يحدث لإخواننا في فلسطين؟ الحياد هو الآن سكوت يا سيدي الفاضل، الحياد الآن هو سكوت، والساكت عن الحق شيطان أخرس. هذه هي البداية. ثانيا أنا أريد أن أشكر، ليس من باب التودد إلى القناة أو أي شيء، ولكن الآن ونحن الآن جالسون أنتم ترون ما يحدث. أنا أريد أن أشكر هذه القناة لأنها يعني تخاطر بنفسها. نحن وجدنا أن بعض المراسلين موجودين في تلك النقاط سلمهم الله عز وجل، تخاطر بنفسها، تجمع التبرعات، توصل الكلمة للناس. وأريد أيضا أن أبشر هذا العدو أنه إن كانت حربك من قبل هي حرب مبطنة ضد الإسلام والمسلمين، فأنا الآن أبشرك أن حربك الآن ضد الإنسانية. وثقوا بكلامي جيدا، وثقوا بكلامي كل الثقة، سترون الآن أشخاصا ليس لهم أي دافع ديني، دوافعهم إنسانية، انضموا إلينا مستعدين للقيام بكل شيء حتى يعود الحق لأصحابه، وأنتم السبب في كل ما حدث. وأنا يعني أحييكم على غبائكم، استمروا هكذا والنصر حليفنا إن شاء الله. والحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. الحمد لله. نعم، يخربون بيوتهم الحمد بأيديهم لله. الحمد لله. وأيدي المسلمين. شكرا لفضيلة صديقنا العزيز الفاضل الشيخ فوزي سيدو، مفتي منطقة الأورال المركزية الفيدرالية، وأستاذ اللغة العربية لغير الناطقين بها من الروس في موسكو أيضا. طبعا الشيخ فوزي الله يحفظه ولد من أب سوري وأم روسية، وهو صاحب مليونية تعليم مليون روسي اللغة العربية كما قرأنا في الصحافة، وأنتم أيضا مؤسس مركز الفوز الإسلامي في موسكو. نسأل الله أن تكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة. وعلى ذكر روسيا، يعني إحنا بدناش نسيس الموضوع، لكن لفتني مبارح تصريح للرئيس بوتين، يعني أيضا كيف يستيقظ الضمير. أنذر أمريكا بأنه سيدعم خصومها ومن يقاتلها في المنطقة ومن يقاتل إسرائيل بالسلاح المتطور، وقبل ذلك يعني هاجم السياسة الغربية المادية التي تريد تحطيم الأسرة. نعم، لك تعليق سريع على هذا الموضوع؟
أتوجه بالشكر الجزيل له لمواقفه أو التي أولا رفعت رأسنا، ثانيا في الحقيقة رجحت كفة الميزان لنا الحمد لله. وأنا الآن أرى أن حربه يعني ضد أي كيان ما هي حرب ضد الصهيونية العالمية، فنحن الآن ندعمه قلبا وقالبا إن شاء الله تعالى. خاصة الصراع في أوكرانيا تقصد؟ يعني انضمت إليها الصهيونية. صحيح. وهي انضمت إلى الصهيونية. فليفعل بهم ما يريد إذن. طيب شكرا لك فضيل الشيخ فوزي. يا أهلا. مشاهدين الكرام نحن نريد أن نودعكم، لكن سأترككم في ختام هذه الحلقة مع الفتى عبد المعطي يوسف حسونة. عبد المعطي هو نازح في منطقة دير البلح، نزح عدة مرات، أول مرة إلى الوسط من الشمال، ثم من الوسط إلى الجنوب في رفح، ثم أنذروهم بالخروج من رفح فذهبوا إلى دير البلح. فكان له هذا التعبير العفوي، أيضا صوره زملاؤنا في مضيف السيد هاشم للفتى عبد المعطي يوسف حسونة. حتى نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي عبد المعطي يوسف حسونة، أنا ساكن من غزة، أنا عمري 10 سنين. أنا نفسي يعني أمشي في شوارع مدينة ما لاقيش يعني قصف ركام، نفسي يعني زي أكون زي أطفال العالم، نفسي يعني أعرف أنام الليلة، من لازم كل ليلة ألاقي يعني صوت قصف اهتزاز الدار، وهذا يعني إشي مرعب تخليك يعني هذه يعني مش عيشة بني آدم. أنا نفسي أكون زي أطفال العالم، يعني أنا موهبة للغنى نفسي، وكمان موهبة للرياضة، نفسي يعني أعيش حياتي يعني أتحقق، يعني لو حلم واحد يتحقق لإلي أكون فرحان كتير. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم، موطني 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 يا أنا، موطني 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 ذا الإباء، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسيرة للعلا ومناجاة القمم. إحنا نطالئ فلسطين عايشين، لكن مش عايشين، ونطالب بحقوق يساعدنا مثل الأطفال الباقيين. يعني في دول أوروبية بتهتم للحيوان أكتر من الإنسان، يا عمي أنا بدي حدا يهتم فيها، لو قد الحيوان وأقل بشوي، بدي يعني اهتمام لو قليل، بدي تربية ويعني مش تربية، بدي يعني أشياء تهتني فيها زي باقي أطفال العالم. أنا يعني هين بمشي في شوارع قطاع غزة، يعني نفسي ألاقي ولا دار مهدومة، نفسي ما ألاقيش سيارات مثلا مقلوبة أو سيارات هذا متضررة، يعني كل سيارة بتمشي لازم ألاقيها متضررة مكسور الجزاز تبعها، والطيران 24 ساعة، طيران الاحتلال الإسرائيلي 24 ساعة فوق روسنا، طيارة الاستطلاع، الكوات كوبتر، الدبابات، الطيارات الحربية. يعني أنا من أول الحرب ما يعني ولا مرة نفس يوم بسمع صوت قصف، كل يوم لازم أسمع صوت قصف 24 ساعة صوت قصف، يعني إيش يعني ضل في الحياة؟ إيش ضل؟ الشهداء ماتوا إلها يعني الحرب 9 أشهر،
يعني الحرب ما هيك ولا أي حرب زي هيك. أنا من يوم ما انولدت يعني وعيت على حرب، وعيت على قصف، وعيت على جوع. يعني أنا نفسي يعني ألاقي اللقمة اللي أكلها، نفسي أكل ما أشبع. يعني لازم كيف أحكي لك، يعني لازم أعيش. بدي وين حقوق الإنسان؟ وين حقوق الأطفال؟ أنا من حقي أن أعيش بسلام. وبشكر قناة أصيل على هذه اللقاء. إسرائيل سقطت أسقطها الله، ما عادت للأقصى المظلوم. سنصلي في القدس، الأمر كن فيكون، مثل طلوع الشمس فشعوب العالم آتية للتحرير. سنصلي في القدس، لن يدخل فينا لبس، سيدق الصهيوني دكا صوت التكبير. سنصلي في القدس، الأمر كن فيكون، مثل طلوع الشمس فشعوب العالم آتية للتحرير.